خلينا اول شيء هذا نحسب، خلينا نحسب الباور فاكتور لهي الدائره. احنا هون دخلنا الكنترول على الانكنترول، إذن إيش هو الباور فاكتور رح يكون عندي؟ الباور فاكتور للنون لينير لود أو بشكل عام الباور فاكتور رح يساوي الريل باور على الأبارنت باور. إس بدها تساوي بالنسبة لهذا السورس إيش رح تكون؟ رح تكون في آر إم إس للسورس في آي آر إم إس للسورس، مظبوط؟ ماشي، الكل واضح متفق مع هاي؟ هذا رح تكون في ار ام اس، اي ار ام اس بقدر احطها كابيتال هون ما فيش مشكله انها كونستنت. طيب الباور رح يسحبها الريزستور شو بتساوي؟ في لود، مش هيك؟ بدنا نميز هلا هون بين في لود، في لود وفي عندي هناك سورس، مزبوط؟ هذه هون تبعت السورس، يعني خلينا نسميها في سورس ار ام اس و I source RMS اللي جاي من السورس. P هتساوي V load RMS إذا بدك squared على R. أوكي؟ مظبوط هيك؟ قديش V load RMS قلنا بتساوي قبل شوي؟ قلنا V load RMS ل half wave rectifier بتساوي V peak على 2، مظبوط؟ واللي هي بتساوي في ار ام اس تبعت السورس على جذر التنين، مزبوط؟ كل متفق على هاي؟ مش قسمنا على جذر التنين على جذر التنين؟ في بيك على جذر التنين او في ار ام اس على جذر التنين. هاي صارت هي نفسها في سورس ار ام اس على جذر التنين. اذا بعوض هاي هلا وين بدي اعوضها؟ بعوضها هون بتصير عندي في سورس ار ام اس تربيع على 2، مضبوط؟ لاني ربعت هون هذه اللي هي الفي لود، وهي رح تصير على مقسومه على على ار. عندي في ار ام اس رح الغيها مع في ار ام اس اللي موجوده هون، وعندي اي سورس هو نفسه بيساوي الكرنت اللي ماشي فيه. صح، لازم في سورس ار ام اس تربيع، شال التربيع معلش، هاي التربيع شلتها مع اللي تحت موجوده هون، مضبوط؟ فصارت عندي هلا هاي هون في سورس ار ام اس على اي سورس ار ام اس على 2 على ار، مضبوط هيك؟ اي سورس ار ام اس شو بتساوي؟ هي نفسها اي لود ار ام اس، مش نفس الكرنت اللي ماشي هون هو نفسه الكرنت اللي مشي هون؟ الكرنت اللي مشي عندي في السورس هو نفسه الكرنت اللي راح في اللود، مظبوط؟ الكل واضح هاي؟ الكل فاهم هاي النقطة؟ بس احنا ايش قلنا؟ الكرنت اللي ماشي في الريزستور شو كان يساوي؟ اي سورس ار ام اس يساوي في لود في لود ار ام اس على ار، مضبوط؟ بس في لود ار ام اس كمان ايش بيجي عندي منه؟ واحد على جذر التنين بصير في سورس ار ام اس على جذر التنين. اذا محل اي ايش بقدر احط؟ كمان في سورس ار ام اس على جذر التنين على ار. ار بتشطب مع ار، جذر التنين مع التنين شو بضل عندي؟ واحد على جذر التنين. إذن قديش الباور فاكتور لهي الدائرة؟ 0.7. هاي الدائرة الباور فاكتور تبعها 0.7. السبب إنه عندي دايود موجود هون. ماشي، هي فكرة جديدة، فكرة جديدة عليكم، أنتم متعودين دائما على اللينير لود، بس يصير عندي نون لينير لود صارت الباور فاكتور واحد على جذر التنين. يعني كأني بقول إنه الباور أنا مش عم بعمل عمالي بتكلف إس، شركة كهرباء إيش تتكلف؟ شركة كهرباء بإيش تتغلب عمالها؟
بدها تحط في وبدها تنقل اي مزبوط، وهي ممكن تكون مسافه بعيده عني، بس في النهايه قديش انا بدفع لشركه الكهرباء ريل باور؟ واحد على جذر التنين. يعني انا مش عم بحاسب شركه الكهرباء على الكرنت، لاني مش عم باخذ الباور الكامله اللي موجوده هون، عم باخذ بس واحد على جذر التنين منها. عداد، لو عندي عداد بعد ريل باور ايش راح يعد؟ راح يعد واحد على جذر التنين. اوكي، ما فاهمين؟ صعب الكونسبت هذا؟